مهرجان طبعا لما صار عند قريب من الرمحية الحمد لله أثر على الرمحية طبعا أكيد في النهضة العمرانية والاقتصادية والسياحية. مركز الفيحانية ومحافظة رماح ومركز الرمحية المراكز المجاورة للمهرجان صار فيها طبعا طال عمرك نهضة اقتصادية ناجحة لدرجة المحافظة جميع الحاجات الأساسية فيها قد تنفذ أيام المهرجان، يكون فيه دعم من منطقة الرياض. الحركة الاقتصادية تتغير إذا جاء المهرجان، لأنها طال عمرك مثل ما تشوفون الحين المهرجان هذا مهرجان عالمي، يعني مو مهرجان بسيط، خاصة الأهل المراكز اللي قريبة من المزاين، يعني استفادوا طال عمرك في البيع، واستفادوا طال عمرك في سوق الإبل، واستفادوا طال عمرك في الأسر المنتجة وفي المحلات اللي حط لها محلات واللي حط لها كذا. أول كان الشباب في الرمحية مثلا يستعيبون أن الواحد منهم يصير يبيع أو يتاجر في شيء ما، هذا يعني فيه نوعا ما من اللي يعني فيه كان فيه عيب أو كذا. لما أجل المهرجان في أول سنة أو ثاني سنة وشافوا العالم تمارس هذا الشيء بدأوا يدخلون في هالمجال. الآن صاروا أهل الرمحية شباب الرمحية ينافسون دائما في المهرجان على اختيار المواقع المناسبة واستيجارها من المهرجان أو من البلدية وإقامة مشاريع تجارية لهم بذاتهم على 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 استطاعتهم. الحبنة طال عمرك يجي لها حوالي 400 بيت وكلهم طال عمرك فاتحين مجالسهم ويرحبون طال عمرك بصدورهم ويرحبون طال عمرك بالزوار ويرحبون طال عمرك باللي يجون للمهرجان، والشيء هذا طال عمرك للجميع، المهرجان هذا يعتبر للجميع.